والله يا حاجه صحانه من صباحيه ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فوتنا في المستشفى. شكله كده يا حاجه مهتم بيها زياده حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها؟ زوز. هو يا حاجه اول ما دخل خرجنا بره وقعد معاهم. انت هتستعبط؟ انا ما احبش كده، اتقوا شري. بصراحه يا حاجه احنا بنيجي نلقي لك اخبار افندينا عشان حضرتك قلت لنا ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. وبصراحه كده يا حاجه احنا بنعمل الحكايه دي يعني واحنا متقدرين قوي. وانا بصراحه بحب افندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار انت وهو هتحبوا ابني اكتر مني؟ الحاجه بتقول لك يا حمار. ولا مش انا قلت كده يالا؟ هو انت قلت حاجه؟ هو انت اساسا حكيت للحاجه حكايه الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ واحنا يا حاجة ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص؟ لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. مش بقول لكم بتستعبطوا؟ هو سيء علينا يا حاجة، سوء علينا. ها ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجة، يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم، ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعدة، لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شوية، ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا، ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد لهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي؟ ده انت جيتي لقضاكي. بتضحك علينا يا بنت؟ علي ما ينفعش كده، مش عاوزين حد يحس بيه. والمصحف يا باشا، ما خبيت عليكم حاجه يا باشا، وحيد المصحف. بتضللينا يا بنت، بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني، اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا، الفور بيلعب في عبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جري. ما تقولي ياثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده، ده قانون يا علي. لا مؤاخذة يعني يا باشا، انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني. رسوني على بر. النوح رمى المعلومة لسوريا عشان توصل لنا، وفي نفس الوقت رمى المعلومة لخميس علشان يأمن نفسه. البي عاوز يكسب كل الأطراف. ابن ال يعني إيه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف إن أنا شغالة معاكم؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش أكيد. وأنا هستنى لما تبقى أكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا، إحنا ما اتفقناش على كده. أنا ملزومة منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش، أقل حاجة عندها الأكل. يا خسارتك يا سوريا، أدي آخر لما تصدقي الحكومة. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة. بطلي ند بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك، بقول لك انا خايفه. انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك، انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوريا؟ اهدي كده واقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي تعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي. يا ريت تعلمه حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء، والله العظيم. انا اديك عيني، انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير. والله العظيم هو ما حاسس بيها، انا خايفه يا باشا. بس بدل ما اخدك من ايدك ارميكي عند النوع بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ ها وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟